حقيقة العمليات الاقتحام كانت مستمرة منذ الصباح. للأسف الشديد الأعداد هي غير واضحة بسبب العمليات المكثفة. العمليات كانت تستهدف في الدرجة الأولى منتسبي حزب التحرير. نعلم جميعا حزب التحرير هو حزب دعوي منتشر منذ بداية الثورة، الهدف الأول له هو الدعوة. وطبعا للأسف الشديد كان في بعض الروايات عن موضوع مقتل أحد عناصر الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام. جميع يعلم أنه حزب التحرير ليس له أي ذراع عسكري بكل المناطق المحررة، ولكن لا نعلم ما هي الأهداف من هذا الأمر صراحة. نحن نشوف في الوقت الحالي اختلفت المسميات، يعني اليوم نحكي من بداية وجود تنظيم جبهة النصرة كانت التهم متعددة للأشخاص أو للجهات اللي هي كانت ما تتوافق معهم الصراعات او الموجوده. يعني في البدايه كانوا يقولوا عن العملاء الغرب، الملاحده، العلمانيين، الكفره، ولكن بيان اللي صدر امبارح من الامن العام التابع لهيئه تحرير الشام صراحه هو في تغير بالسياسه العامه اللي شغالين عليها، اضافه الى ذلك مضحك في نفس الوقت. يعني اليوم نحن لما بنشوف انه تنظيم جبهه النصره عم ينزل بيان وبيكتب بضمن بيانه هو التحريض على رموز الثورة ومؤسساتها وشيطنة المحرر. يعني اليوم نحن تنظيم جبهة النصرة من بداية وجوده حتى الآن شيطن المحرر بما يكفي. للأسف الشديد يعني المصطلحات تغيرت، الشيء اللي عم يعمله هو صراحة أنا واحد الأشخاص أو معظم السوريين الموجودين بالشمال السوري لا يتفقوا مع تفكير حزب التحرير، ولكن نحن بالنهاية ندافع عن الإنسان بالدرجة الأولى. أن لا نتفق معه بالتفكير يمكن المحاسبة عن طريق القضاء بمحاكمة عادلة، لا أن يتم انتهاك حرمة المنازل، لا يتم الاعتقال بشكل عشوائي. للأسف الشديد هذا الأمر يتكرر بين الحين والآخر. يعني ميلاد، انت ذكرت انه يعني حزب التحرير ما له ذراع عسكري. خليني انوه ولو من باب التندر، يعني كان انه معروف ببدايات انطلاقه انه هو كان يوزع مناشير، لذلك من باب التندر كانت الناس يعني مع بين قوسين يقولوا عنه حزب المناشير. ليش يعني جبهة او هيئة ميليشيا الجولاني تستهدف بشكل متكرر حزب التحرير وأعضائه؟ يعني هي مو أول مرة، قبل كم شهر وقبل أعوام يعني دائما كان في استهداف واعتقالات للأشخاص. خلينا نحكي بشكل واقع، حزب التحرير قد يتفق في بعض الأفكار مع تنظيم داعش ومع هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، ولكن الخلاف بالدرجة الأولى هو خلاف سلطة بالدرجة الأولى. حزب التحرير الهدف هو الهدف السياسي بالدرجة الأولى، التمثيل السياسي للمنطقة. الدعوي كذلك الأمر، يعني نحن نشوف المظاهرات الدعوية اللي هم دائما بيطلعوا فيها الأهداف السياسية. هلا من ضمن الاتهامات الموجهة لهم من الأمن العام لهيئة تحرير الشام استهداف المجاهدين على الثغور من خلال بث الشائعات. يعني للأسف الشديد يعني اليوم الخطاب اللي عم تتبعه هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة للأسف الشديد هو منافي للواقع. يعني نحن خلال السنوات الماضية نحن شفنا بشكل كثير كبير شلون تم ابتلاع عدة فصائل من الشمال السوري، وبالوقت الحالي ابتدأ الأمر على الأشخاص الدعويين. يعني اليوم أي حدا من هيئة من عفوا أي حدا من حزب التحرير وإن كان معه سلاح هو يكون عم يدافع عن نفسه. لما حدا جاي بده ينتهك حرمة منزله للأسف الشديد. يعني اليوم الصراع الموجود بمنطقة دير حسان هو صراع فقط إنه قوة، فقط ما أكثر من هيك. وللأسف الشديد يعني خليني أحكيها بشكل واضح، أخوتنا الناشطين موجودين في منطقة إدلب جزء منهم حكى عن هذا الأمر ومشكورين جدا، لأنه هن وقفوا مع الإنسان بالدرجة الأولى عن الانتهاكات. الانتهاك هو انتهاك أينما كان وأينما وجد، ولكن للأسف الشديد اليوم جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام يعني عم بتحاول تكتم أصوات الإعلاميين الموجودين بالشمال السوري بمنطقة إدلب تحديدا. يعني احنا قبل كم نهار شفنا كان في مؤتمر لمعظم المؤسسات الإعلامية عم بتحاول تكسب صوت الإعلاميين حتى ما يصير في نشر عن أي انتهاكات ممكن بتصيب المنطقة، وهذا ما حدث للأسف الشديد. يعني امبارح كنا عم نتناقش بإحدى جروبات الواتساب إنه يا جماعة إنه في هذا انتهاك، انتهاك بالنهاية هو ضد الإنسان، ضد كرامة الإنسان. يجب علينا إحنا كثوار، كناشطين، كصحفيين أن نقف وقفة واحدة. يعني يوم أهلنا في مدينة عزاز مساء أمس
خرجوا بمظاهرة تنديد للانتهاكات. يعني أي صحيح. انتهاك لما يحصل بالشمال السوري معظم الناشطين عم يحكوا، ولكن للأسف الشديد الانتهاك اللي حصل امبارح هو للأسف الشديد نحن ما في عندنا إحصائية بشكل كامل عن أعداد الأشخاص اللي تم اعتقالهم بسبب التكتم الإعلامي بشكل كتير كبير. وبرجع أكرر مشكورين الناشطين الموجودين في إدلب، جزء كبير منهم حكى عن هذا الأمر، وللأسف الشديد جزء منهم التزم الصمت مشان ما يكون مطبل لهيئة تحرير الشام.